نتكلم بكل أمانة وكل صراحة، يعني الاتحاد لسه دحين لسه يعني ما بين الفريق يعني في الإعداد هذا، خاصة إنه ما استقدمنا إلا لاعب واحد من المحترفين اللي هو الكابتن طارق حامد. الفريق يحتاج كمان لعيبة سعوديين، يحتاج لعيبة سعوديين. يعني شفنا العام إيش صار وقت الإصابات، وقت غياب حمد الله ورومارينيو، يعني وشفنا الفريق كيف لما بالذات افتقد رومارينيو في المباراة هذه، كان موقف ما لعبها. كيف مباراة الطائي كانت جدا جدا سيئة، وهذه المباراة كانت مستر الطرق. كنا نحتاج لعيبة سعوديين على مستوى عالي، شايفين الدكة عندنا يحتاج لها دعم. أتمنى يعني نلحق الأسبوعين هذه بإلا يكون نجيب لعيبة سعوديين، يعني المحترفين لوحدهم ما حيقدروا، لازم يكون عندك لعيبة سعوديين كمان على مستوى عالي عشان يقدروا يساعدوا الفريق.